اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات النادي الأهلي التي أقيمت يوم الخميس الماضي وأسفرت عن فوز قائمة محمود الخطيب بالكامل. ومن المنتظر أن يتسلم مجلس إدارة الأهلي الجديد النادي خلال الساعات القليلة المقبلة. وشهدت انتخابات الأهلي الأخيرة منافسة شرسة بين الرئيس السابق محمود طاهر وخليفته محمود الخطيب، حسمها بيبو لصالحه بفارق وصل إلى 7747 صوتا. وعقب إرسال الاعتماد بشكل رسمي للنادي، سيحدد الخطيب موعد أول اجتماع للمجلس الجديد.